يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم قرأت خبر صدمني صراحة، خبر مش طبيعي، ويمكن لو أحكيه في ناس يقول لك معقول هذا بيصير في كندا؟ وين؟ مش في منطقة نائية في كندا، في العاصمة الفيدرالية في أوتوا. نعم، في مدينة أوتوا في العاصمة الفيدرالية. اليوم طلع تقرير عن طريق مجلة أو جريدة السي بي سي أو قناة السي بي سي، اللي هي أشهر منصة إعلامية في كندا، اللي هي كنديان برودكاست كوربوريشن. بيحكوا إنه المستشفى تبع أوتوا في عنده مشكلة في الجثث تبعت الموتى، والجثث هاي أو الثلاجة الموجودة للجثث لا تكفي لعدد الجثث الموجودة، لأنهم بينتظروا وقت طويل عشان ياخذوا الطب الشرعي أو التشريح، خاصة إذا في حالات بيضطروا إنها يسووا لها تشريح. فشو بيسووا بالجثث؟ قاعدين بحطوها في غرف المرضى أو في غرف الاجتماع، وطبعا صار يطلع لها ريحة. فالممرضين والناس اللي بتنظف في المستشفى اشتكوا من هذا الموضوع، فإدارة المستشفى شو سوت؟ راحت فتحت الشبابيك لأنه الدنيا باردة، فقال لها خلص بصير تبريد طبيعي. يا جماعة هذا بصير في أوتوا في العاصمة الفيدرالية. يعني أنا مش متوقع هذول الأشخاص، اللي صراحة في عندنا مشكلة كبيرة. السي او اوز هذول اللي عم بياخذوا 6 و7 ديجيتس، يعني بتحكي عن 100,000 200,000 و300,000 و400,000، مش عارفين يحلوا مشكلة زي هيك. انهم يزودوا يا اخي ناقص له 100,000 من ال 400,000 اللي بتعطيه اياها، وزود عدد الثلاجات الموجودة في المورج. الموضوع جدا جدا مشكلة مش طبيعية، وللأسف للأسف للأسف ما حدا قابل يفكر في حل منطقي انه يزيد عدد الثلاجات. anyway، فحبيت بس اشارككم وحط لكم الرابط تبع الخبر، اقرأوه، شيء مخيف.